انا برحب بيكي وسعيد اني بلتقي بيكي النهارده، ومبروك الفيلم كارما مع المخرج الكبير خالد يوسف. كلميني عن التجربه دي، التجربه جات لك ازاي؟ شايفه العمل مع مخرج بحجم خالد يوسف بيرجع للسينما بعد سنين ونجم كبير زي عمرو سعد، شايفه التجربه دي؟ شايفه انه رجوع استاذ خالد يوسف حد ذاته هو ده الحدث اولا، سواء انا كنت في الفيلم او لا، بس الساحه الفنيه كانت يعني مشتاقه للاستاذ خالد يوسف انه يرجع. بالنسبه لي انا شايفه انه الانطلاقه الحقيقيه دي، انطلاقتي مع مخرج عبقري زي استاذ خالد يوسف، دي فرصه كبيره قوي من احلى الاقدار اللي ممكن تحصل لاي حد في حياته، وكمان ان يكون موجوده مع مجموعه من النجوم زي عمرو سعد، غادة عبد الرازق، خالد الصاوي، زينة، ومدام دلال عبد العزيز، واكتر يعني، ونجوم كتيره قوي انا خايفه انسى اسم. فانا شايفه انه دي فرصه كبيره الحمد لله. ملامح الشخصيه صعب ان اتكلم عليها، بس هي شخصيه مميزه، انا يعني قريبه جدا من قلبي وحباها وحابه اني هدخل اشتغل عليها ان شاء الله. مش قلق، لا، لانه الشعب المصري شعب بيحب الفن قوي، وفي نجوم كتيره قوي من كل البلدان العربيه متواجده في الساحه الفنيه المصريه. مصر هي هوليود العالم العربي وبتستقبل ناس من كل البلدان، فالشعب ده بيدي فرصه للممثل الجديد، فلا مش قلقانه قد ما انا يعني ام سو اكسايتد وفرحانه قوي ان انا هدخل التجربه دي. في تجربه في الدراما في رمضان مثلا الفتره اللي جايه، في عرض، في مشروع؟ انا دلوقتي حاليا مركزه 100% على فيلم كارما.